اهلا ومرحبا بكم متابعي وزوار قناة انظر المعلوميات، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هتكلم عن موضوع مهم. الجميع او البعض من حضراتكم طلب مني طريقة ازاي انه يقدر يبطل تدخين، فانا النهاردة جبت لكم اقل طريقة، يعني افضل طريقة بصراحة يا شباب، ناس كتير جربتها وبصراحة شكرت فيها، فانا يعني حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو واشارك معاكم المعلومة واقول لكم على الطريقة عشان اقدر افيد حضراتكم، عشان خاطر الناس اللي هي طلبت مني عايزة تبطل تقدر تبطل، وان شاء الله ربنا مع الجميع والكل هيبطل. طبعا احنا يعني عارفين ان السجاير مضرة بالصحة، بس البعض من حق يعني بعض الناس تيجي تقول لهم كده مش هيسمعوا كلامك. الناس اللي هي بتشرب سجاير معايا وبتتفرج على الفيديو اكيد عارفه انا، يعني اكيد عارفين انا بقول لهم ايه. لما حد هيجي يطلب منك انك انت تبطل سجاير اكيد انت مش هتبطل، تمام؟ فانا جبت لكم النهارده افضل طريقه، لو انت على الاقل ما بطلتهاش هتخفها معانا من خلال الفيديو النهارده. يعني بصراحه الطريقه سهله وان شاء الله الكل هيبطل السجاير. في الاول ما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه اول مرة تشاهد الفيديو. لو حضرتك من متابعي قناتنا ياريت تضغط لايك الفيديو وتسمع الفيديو من اوله لاخره عشان خاطر تستفاد بكل معلومة انا حابب اوصلها لحضرتك. لو في اي سؤال طبعا تقدر تشرفني من خلال صندوق الوصف، تضغط على رابط صفحتنا على الفيسبوك، تقدر تبعت لي من خلال رسائل الصفحة رسالة وانا هرد على حضرتك. طبعا انا مش هبخل عليكم في اي معلومة انتم محتاجينها، فياريت تدعموني بكومنت للفيديو، حابب اسمع اراء حضراتكم. لما بسمع اراء حضراتكم بصراحة بنبسط جدا، ببقى مبسوط جدا بصراحة، ولما بشوف كمان اللايكات ببقى يعني بصراحة سعيد جدا. عشان ما نطولش في وقت الفيديو على حضراتكم ندخل في الموضوع يا شباب. طبعا انا بفضل اي حد محتاج يبطل تدخين، طبعا يعني بفضل ان هو يشرب في الفترة الاخيرة عشان يبطلها مرة واحدة مش هيقدر، تمام؟ مش هيقدر. فعشان خاطر تقدر تبطل سجاير او تبطل تدخين او انك انت تخف السجاير، فياريت معانا لو انت بتشرب اي انواع تاني غير الام الازرق ياريت انك انت تبطلها، لانه انت كده مش هتبطل، تمام؟ ليه يا شباب؟ برضو الام الازرق يعني طبعا احنا شرحنا في فيديو قبل كده وقلنا النكوتين بتاعها 7، تمام؟ قطران بتاعها 9، يعني سجاير خفيفة جدا يا شباب اهو قدام حضراتكم في الكاميرا. بالنسبة للعلبة دي يا شباب يعني القطران بتاعها خفيف جدا، اخف من اي انواع سجاير تاني. طبعا لو انا عايز ابطل السجاير هعمل ايه؟ طبعا هجيب علبة اللي ام ازرق دي سعرها عامل 34، تمام؟ وفي بعض المحلات بتبيعها 33 على حسب المنطقة اللي انت موجود فيها وعلى حسب الماركت اللي انت هتجيب منه او على حسب المكان اللي انت هتشتري منه. طبعا تعرفها ازاي الاصلية ولا طبعا هتلاقي عليها الرسمة الجديدة، تمام؟ تتأكد من الخيط موجود عليها. من تحت هنا هتلاقي في رقم كده محفور جوه العلبة، بس مش عارف هتظهر في الكاميرا قدام حضراتكم ولا. بنصحكم يا شباب لو انت حابب تبطل جرب معانا الليم الازرق. الليم الازرق دي قلنا خفيفه، تمام؟ انت هتشرب فتره، ليك فتره بتشرب سجاير، فرقتين بصراحه بيبقوا متدمرين عشان ابقى صريح قدام حضراتكم، فانك انت تيجي تبطل مره واحده مش هتعرف. فانت ممكن تشرب في اليوم سجاره او سجارتين او ثلاثه مفيش مشاكل، تمام؟ بس دي بتبقى خفيفة جدا، فيعني لما انت تيجي تشرب اي نوع تاني او الليم احمر اكيد بتبقى صعبة لانه النيكوتين بتاعها والقطران بيبقى عالي. فتشرب معانا الليم ازرق خلال اسبوع او اكتر فهيبقى نوعها خفيف. هتجيب العلبة هتقسمها على مراحل، يعني لو قدرت انك انت تخلي العلبة عندك اسبوع تشرب فيها
مفيش مشاكل، ما تشربهاش في يوم واحد عشان خاطر ان هي خفيفة. فانت عشان خاطر يعني ايدك اخدت على السجارة، فالسجارة دي خفيفة جدا، هتشرب واحدة تمام كل مثلا، هتقسمها شوف انت عايز، يعني لو انت بتشرب علبة في اليوم تمام، عود نفسك انك انت تشرب نص علبة. ازاي يا شباب؟ طبعا بالنسبة ان السجاير خفيفة معانا، فاحنا هنشرب سجارة مثلا دلوقتي، وبعد ساعتين هشرب واحدة تاني، او بعد ثلاثة على حسب ما انت يعني كان معدل شربك قد ايه في اليوم. السجاير دي بصراحة هتساعدنا جدا ان احنا نقدر نبطل السجاير، ولو احنا ما قدرناش نبطلها على الاقل ان احنا نخفها تمام. فيعني يا ريت من الناس لو هتشرب ال ام ازرق تمام، ده اخف انواع السجاير، لو انت حابب تبطل ما تبطلهاش مرة واحدة، هتبطلها بالتدريج عشان خاطر ما يعني بعد كده ما ترجعش تاني، او على الاقل انك انت تخفها، انك انت مرة واحدة كده تقول انا مش هشرب سجاير، ده مستحيل، وما يعني ما حدش بيقدر يعمله غير لو حد كان تعبان، من كان تعبان او الدكتور قال له ما تشربش لانه في يعني تعب في جسمه. بس يعني كالشباب، فافضل حاجة يا شباب ان كنتوا تيجوا يعني تبطلوا واحدة واحدة، تستخدموا ال ام ازرق لانه النيكوتين بتاعه خفيف والكتران بتاعه كمان. انا مش هقول لكم حاجة معينة يعني، بس انا بجيب لكم افضل انواع في الاقل في النيكوتين والكتران، يعني في اقل حاجة يعني. فلما تكون السجاير خفيفة تمام، اكيد مش هت يعني هتبطل، يعني ده بتساعدك في حاجة واحدة، انك انت تقدر تبطل بدل ما هتولع مثلا كل شوية تمام. لو انت هتستخدم سجاير اللي ام ازرق طبعا مش هتقدر تبطل السجاير، لانه السجاير الاحمر النيكوتين بتاعها عالي والقطران بتاعها اعلى، فانت هتبص هتلاقي نفسك هتشرب اكتر. فدي بصراحة هتوفر معانا. لو انت مثلا بتشربها على بتشرب كل يوم علبة، يعني حاول انك انت تقللها، بس ما تبقاش بطلتها مرة واحدة تمام، وهتبقى انك انت يعني ريحت صحتك شوية. وبالطريقة دي يا شباب يعني هتقدر انك انت تبطله. لو في اي معلومة مش واضحة معاك تقدر تكلمني من خلال الصفحة. اعذروني ان انا بنزل لحضراتكم فيديوهات عن السجاير، بس لو انا قلت للجميع بطلوا اكيد ما حدش هيبطل ولا حد هيسمع الكلام، بس هنحاول ان احنا ان شاء الله نخفها بالعلبة دي او غيرها، بس ان احنا نختار العلبة اللي القطران بتاعها خفيف والنيكوتين بتاعها أخف عشان خاطر نقدر إن احنا نبطلها، ما نختارش حاجة سخنة زي الليم الأحمر ونقول إن احنا هنبطل السجاير، لا اشرب الليم أزرق أو غيره أو أي حاجة نيكوتين قليل عشان خاطر تبدأ إنك أنت تهيئ إنك أنت هتبطلها، تمام يا شباب؟ يا رب أكون أفدتكم في فيديو النهاردة ويكون المعلومة كانت سهلة مع حضراتكم. ما تبخلش عليا بلايك الفيديو تمام، تشجيعا ليا. اكتبوا لي في كومنتات، بفرح لما بشوف كومنتاتكم. لو في اي استفسار تقدر تكلمونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. اسم صفحتنا على الفيسبوك اندر المعلوميات، تقدر تبحثوا عليها. ان شاء الله هنفيد في حضراتكم في فيديوهات تانية، انتظرونا. محتاج الفيديو ده يكبر يعني يوصل لأكبر عدد عشان خاطر الكل يستفاد. كان معكم أندرو من قناة أندرو المعلوميات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.